دعاء إبراهيم عليه السلام. قال ثم لا يدعو عليه ما كنت أن يمكث إلا أن توافقا. قال فإذا جاء زوجك فقل عليه السلام: وأمري بمثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قال: لا تكن أحد. قالت نعمة فشيخ حسن الليلة وأثبت عليه فسألني عنك فأخبرته. فسألني كيف عايشون فأخبرته أنها بخير. قال: أوصاك بشيء؟ قالت نعم. قل أقرأ عليك السلام وأمرك أن تثبت عتبة بابك. قل أقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك.